السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إن شاء الله نتكلم النهاردة على تشخيص بعض الأمراض. حالات الديدان لما تكلمت عنها، في بعض الناس طلبوا المزيد من هذه المعلومات. طبعا في بعض أعراض كتيرة لازم نعرفها، في بعض فحوصات كده نعرفها حالا النهاردة كده مع بعض. فحوصات مهمة، يعني آلام البطن، هل آلام البطن ممكن تبقى من الديدان؟ ممكن آلام البطن من الديدان. طيب آلام البطن من الديدان بس؟ لا طبعا، ممكن القولون. احنا عارفين القولون ناخد نص البطن كده بالظبط، في قولون مستعرض، قولون نازل، وقولون ايه صاعد. يبقى القولون ممكن يجي من النرفزة، ممكن من التوتر العصبي. قولون اذا اتضح ان الآلام البطن من القولون لازم في احتياطات امن في الاكل لازم تتظبط، يعني ممنوع الحاجات المسبكة في الاكل. خلاص، في بعض حاجات كتيرة، البعد عن النرفزة. يبقى آلام البطن حاجات كتيرة، ممكن منها الديدان، دي المناسبة برضه في الفحوصات اللي بنقولها دلوقتي. خلاص، في حاجات كتيرة، في آلام المغص الكلوي. المغص الكلوي ليه أعراض بتبقى صعبة شوية. المغص الكلوي بيبقى آلام شديدة. خلاص، الآلام الشديدة ديت غير آلام الزايدة، لأن في بعض الناس بيختلط عليهم الأمر. خلاص، هو فيديو سريع النهاردة مش هنطول. طبعا الفحص كتير بالنسبة للبطن، طبعا لازم نعمل تحاليل دورية كل 6 شهور، بول وبراز على الأقل، سي بي سي اللي هي صورة التحليل الدم الشاملة أو الكاملة. خلاص، ناخد بالنا من البول بتاعنا، البول بتاعنا خاصة في الصيف، لأن أنا لو ما شربتش مية كتير في الصيف مشكلة، هيحصل ترسيب لأملاح. الأملاح دي ممكن تعمل لي مغص كلوي. طبعا في أملاح أكزالات من الطماطم والبرنجان والسبانخ والمانجا وعدم شرب المي. في بعض الناس عندها قابلية للإصابة بهذه الأملاح، في ناس ما عندهاش. يعني أنا ممكن أكل الحاجات من دي كتير وبفضل من ربنا ما يحصلش حاجة، ولكن برضو المنجي بعد ربنا شرب المية. شرب المية بينجينا من أمراض كتيرة بالمناسبة، كتيرة كتيرة. اتضح المية لها فوائد كتيرة، نبقى نعمل حلقة كاملة عليها إن شاء الله. المهم، في أملاح اليوريك طبعا بتعمل آلام في المفاصل والصابع الكبير في الرجلين من تحت، وأي مفصل ممكن يكون فيه آلام. اليوريك أسيد اللي موجود في اللحمة الحمراء، اللحمة الملبسة لا، اللحمة الحمراء ممكن تعمل نقرس يوريك أسيد. خلاص، يبقى حاجات برضو ناخد بالنا منها. يبقى التحليل بتبين هذا الكلام. طبعا ده ليه فوار، مش مهم أقول أسماء تجارية، بس ما فيش مشكلة. يوروسلفين مشهور جدا ويعتبر أنظف الفوارات، حتى لو حد قال فيه أحدث، هو اليوروسلفين أنظف حاجة وآمن بالمناسبة. خلاص، ساتروسيد مغنيسيوم أو إيبيماج، بس الساتروسيد مغنيسيوم الآمن والأحسن بالنسبة للأكزالات. الكلام ده مهم جدا. المغص الكلوي صعب جدا، بيسمع تحت سواء راجل أو ست، بتبقى آلام شديدة. خلاص، بالنسبة للآلام المعدة برضو، فحص المعدة في أي منطقة، يا ترى المغص فين؟ طبعا في مغص ممكن يحصل للسيدات والإناث، اللي هو مغص الدورة، هما بيبقوا عارفين اللي هي الدورة الشهرية، بيبقوا عارفينها ولها مقدماتها وحاجات من دي. خلاص، طيب الفحوصات اللي ممكن نفحصها في أي حاجة، يعني أنا عندي جهاز ضغط وسماعة، ممكن أسمع ضربات قلبي؟ أسمع ضربات قلبي، مش عيب، مش هنقول ده ما أنتش كذا، لا، أنت عندك سماعة. ضربات القلب في منطقة معينة كده، تحت الأيسر شوية، من القلب مائلا ناحية اليسار كده. خلاص، الفحص كده سمع ضربات القلب كده، ما فيهاش مشكلة. خلاص، بالنسبة للتنفس كده باخد شهيق وزفير، اسمع باستفاضة كمان. خلاص كده. فحوصات بقى بالبطن، ان انا بحط ايدي كده وبضغط كده بالطريقه دي. خلاص، لو في حاجات معينه كده، غازات او حاجه، بتبان في الفحص ده، بس دي حاجات خاصه بالاطباء بقى، ملناش فيها كشعب مصري او كناس من اللي هي دواء مباشر كده. طيب، في حاجه النبض نقيسه ازاي؟ بصوا كده، في تجويفين اهو، يعني احنا بنعلمه للطلبه عندنا في المدارس برضه، بنعلمهم قياس الضغط، نعلمهم الحاجات اللي قلنا عليها. يبقى في تجويف عندي اهو، تجويف اهو في الزراعه، انا حاطط 70 على التجويف اهو كده، حاسس بالنبض بالظبط، كان حاطط سماعه. السماعه انا شلتها، السماعه اتشالت خلاص، ولكن النبض انا سامعه كان حاطط سماعه بالظبط اهو.
طبعا الطبيعي بيبقى ايه 70. لعبت رياضة جريت ممكن يزيد، لو في راحة خالص او استرخاء ممكن يقل شوية. المهم حاجات ايه ما تخوفش. اشوفكم على خير، وان شاء الله نعمل كل فترة كده ان شاء الله حلقات طبية يعني تساعد الناس في معرفة الحاجات المفروض نعرفها كثقافة عامة طبية. اشوفكم على خير. مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة. الى اللقاء، ودي خبرتي في كلية الطب بالمناسبة، عشان ما حدش يقول المستر بيتكلم ليه، خبرتي في كلية الطب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.